حلقة جديدة من ايجيبشن جونر بودكاست كالعادة في فترة الانتقالات معايا صديقي عماد التميمي ممكن تتابعوه على تويتر على الات اي عماد اي اف سي عماد صاحب موقع ارسنال باربعة كوم اللي بيقول لنا فيه كل الحصريات وكل اخبار الانتقالات اللي برضه بيقولها لنا هنا في البودكاست عماد مساء الفل مساء الورد هلا ابو حميد وكل عام وانتم بخير يا رب وانت وانت طيب ربنا يخليك كل الناس بتسمعنا بخير كله تمام معاك؟ كله تمام الله يخليك ربي الحمد لله عماد النهارده الموضوع مختلف شويه عندنا احنا لعبنا ماتش بقى يعني احنا كل مره بنتكلم عن انتقالات بس المره دي لعبنا ماتش طبعا يعني ماتش تجريبي وماتش ودي ويعني مش هتشف منه حاجات قويه قوي بس ممكن نعرف منه برضو اتجاه احنا ناقصنا ايه اللعيبه اللي احنا لسه ما زلنا شايفين ان هم مش نافعين اللعيبه اللي ممكن يبقى فيهم برقة امل شفنا شويه حاجات كده بس اظن اكبر حاجه شفناها عمده ان جبريل جيسي صفقه ارسنال الجديده مهاجم ارسنال الجديد فعلا نقلة عن أي حاجة شفناها قبل كده في المستقبل القريب يعني طبعا مش المستقبل البعيد يعني. إيه الماضي ال... القريب. نعم. نعم اللاعب الكويس احمد بيبين على طول انت فاهم يعني من اللمسه الاولى من تحركه من طريقه تفاهمه مع اللي حواليه مع كل شيء بيبين على طول جيسوس من الناس اللي بين هذا الكلام مع مع اول لمسه له في الملعب ومسجل الهدف من بدري يعني مش هي الفكره مش سجل اهداف او انه ما سجل اهداف بس فعلا فرق في في الفريق كله يعني بصراحه يعني لاعب ما, ما اعتقد انه في اثنين بيختلفوا انه جيسوس راح يكون اضافه كبيره وابجريد لهجوم ارسنال يعني. يعني ما اعتقد انه في في ناس عندهم شك بهذا بهذا الكلام يعني ابدا. <applause> يعني هو باين قوي من اول لحظه ان هو بيعمل حاجات احنا كنا بنعيط عشان لكازات يعملها يعني متواجد في نص الملعب متواجد قدام بيبدا الهجمه وبينهيها وبيشارك في بناء الهجمه وبيشارك في انهائها. يعجبني كده برضو عماد يعني انا كنت موجود في الماتش وكانت يعني تجربه ظريفه جدا بصراحه رغم ان هو مجرد ماتش ودي لكن التجربه كانت حلوه وكان باين من الملعب الافكت بتاع جبريل جيسس ان هو بيوجه اللعيبه كلها ازاي تضغط هو ع... هو عارف ان الماتش ودي ومتفاهم ان هو يعني مش اهم حاجه في الدنيا ولكن بيعمل اللي هو متعود عليه في سيتي اظن بيكلم مصدر. كل اللعيبه تضغط ازاي طول ما هو ماشي بيتكلم في اللعيبه الصغيرين تيجي تروح من هنا وانا اروح من هنا بحاطط يعني هو لعب 45 دقيقه حط فيهم ماكسيمم ايفورت وكل الطاقه اللي عنده وده المطلوب المتوقع من اللعيب يعني اظن يا يعني عماد بالسعر ده وجاي من فريق بالحجم ده يعني برضه في ناس كانت متخوفه من موضوع ان هو جاي شبعان من سيتي انا عارف إنه مجرد ماتش ودي ومش عايزين نستشف منه أزيب من اللازم ولكن ما حسيتش هو لعيب شبعان يعني في الشوط ده زي ما حكيت لك يعني انت حكيت شغلات كمان برضه اضافيه موضوع اللي ما يوجه اللاعبين وهذا يعني لاعب جاي جاهز انت فاهم لاعب عارف شو السيستم وعارف يعني في احد الاقوال هو قطع الكوره اصلا من البريسنج عالي على الدفاع الالماني قطع الكوره وراح كمل فيها واجا فيها هدف يعني اللاعب مش بس مجرد انه المهاجم جيسوس لما اجا مش مجرد لاعب يسجل اهدافه بس يعني احنا بدنا لاعب فعلا يسجل اهداف بس جيسوس هو حكاها وفعلا انا شايفها يعني حكاها وانا شايفها لاعب بيضغط لاعب بيعرف يمرر بيعرف يوقف على الكره بيعرف يعمل اسيست بيعرف يسجل قدام المرمى بيعرف يوجه الزملاء اللعيبه آه يعني مع انه عمره 25 سنه مش انه مثلا 29 ولا 30 سنه الجسوس جيسوس لاعب يعني الحلو في في فيه انه جاهز، جاي وجاهز، مش انا جايبه من البرازيل يجي يستنى استنى عليه يتاقلم و... لا لا لا، جاي جاهز وبوجه اللاعبين انه انه يضغطوا معاه ويساعدوه في الهجوم، اعتقد انه اضافه مكسب كبير 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 لارسنال، زي ما انت حكيتها يعني هي بالنهايه مباراه وديه وصعب احكم عليه من من 40 ولا 45 دقيقه لجيسوس، بس يعني على الاقل الواحد بيكون متفائل من الاشياء التفاصيل اللي بيشوفها وبغض زي ما حكيت لك بغض النظر حتى لو ما سجل حتى لو ما يعني ما سجل ولا هدف بس في اشارات تعطيك اياها تعطيك انه اللاعب اللاعب جاهز ولا لا يعني انا راح اعطيك يعني بدي استبق الاحداث شوي معلش راح اعطيك راح اعطيك بس المباراه خلينا على احنا نحكي عن المباراه يعني انا لما حضرت حضرت تابعت المباراه انا عندي شكتي كبير شك فرق كبير بلوكونجا شك كبير 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 فظيع يعني انا ما كنت متوقع لهالدرجه يعني هو لعب رقم سته في بدايه المباراه في الشوط الثاني لعب رقم ثمانيه رقم سته اللاعب كويس وعنده لمس وقف على الكرة كويس بس الاخطاء عنده كثيره كتير كثير ممكن في اي لحظه انت اللاعب يضغط عليه يقطع الكرة وفي هدف كان بغلط منه يعني قطعت الكرة منه كان واقف كانه على الكرة وقطعت منه الكرة واجى هدف على طول فورا يمكن يعني الهدف الاول يمكن احمد صح؟ يمكن الهدف الاول أه ف... ف... يعني زي ما انا كنت مبسوط مثلا في بعض اللاعبين انا انا كنت كتير 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 متضايق من بعض الاخر يعني شوف انا بقدر انت لو شوف التشكيلة الاساسيه احمد عشر لاعبين اساسيين اساسيين انا ما بحكي لك لاعبين مهمين بس لا اساسيين غايبين على المباراه انا ما عندي خوف من المباراه أطلع. عادي حتى لو خسرنا ما في غير كان تيرني وترني طلع بعد 30 دقيقه ايه. فهمت علي يعني يعني ما احنا كنا عايزين نشوف حاجات معينه من لعيبه معينه هو ده اللي ممكن يحبطنا ويزعلنا يعني بالظبط يعني انا يعني انا مش خايف اصلا الموسم الجاي يعني موسم انه من المباراه هاي انا مش راح ابني عليها اي شيء انا بس ببني عليها الاحتياط لما اشوف له كونجا يعني لما اشوف كان حتى محمد النني احسن منه بكثير 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 يعني, يعني انا يعني لو هتتكلم مين اللي هياخد دقيقه عشان يتطور اظن لوكونجا هو اللي ممكن يتطور نعم. يعني. نعم نعم أنا متأكد لما صار في تجديد لمحمد النني إنه هو باك أب يمكن رقم ثلاثة مش مش اثنين ولا أنت فاهم؟ يعني أوه. آخر آخر خيار ممكن يفكر فيه أرتيتا أنا متأكد من بعد م. المباراة النني بعد بارتي على طول على طول آه لوكونجا محتاج فعلاً يطلع إعارة محتاج جداً يلعب 90 دقيقة في كل مباراة في كل أسبوع يلعب مباراة أو مباراتين مستحيل يكمل ما هو يكون جاهز محتاج ده أكثر بكتير وبرضه حاجة تانية ممكن نتكلم عليها إحنا فاتحين الكلام عن الماتش أو تشارلي باتينو عمل يعني اداء ممتاز جدا الفتره اللي نزلها انا برضه سمعت قصتي في بودكاست تانية وحست ان هي منطقيه ممكن تشارلي باتينو يكون هو اللي هيبقى لعيب اليوروبا ليج او لعيب البطولات الاسهل ولكونج هياخد دقايق اكتر عشان هو فعلا كل اللي محتاجه وان يبين قوي ان لعيب عنده موهبه بالظبط لعيب بيعرف يشيل الكوره بيكاري الكوره من منطقه لمنطقه من وبيعرف يروح بالكوره وبيستلم و... يعني لمسته على الكوره حلوه باين ان هو لعيب كويس ولكن هو محتاج دقايق فاتمنى بزبط. أن دي الحاجه تديله دقايق يعني. انا اتمنى انا اتمنى مع انه يعني انا عندي شك انه يطلع بس انا اتمنى م. انه يطلع اعاره واتمنى يكون في الدوري الانجليزي حتى لو في الدرجه الثانيه انت فاهم يعني حتى في الدرجه الاولى عفوا انا ما عندي اي مشكله اهم شيء انه يطلع في الدوري الانجليزي في في, في بدني في دوري بدني شوية في أن مع نادي بدني مع نادي يعرف يلعب كورة برجله كمان بنفس الوقت م. يعني يعني كان مخيب للأمال لكونغا يعني أنا أنا مش عارف كيف راح يكون توجه أنا بعرف كيف تفكير أرتيتا يعني ببني ببني أفكاره بالنهاية على هاي المباريات يعني أنا ما أستبعد صدقا ما أستبعد حتى لو أنه كان مش من ضمن الخطط أنه لكونغا يطلع إعارة أنا ما أستبعد أنه غير رأيه يعني حتى في المباراة اللي قبلها اللي كانت ودية اللي خلصت خمسة واحد مع... ايوه بالضبط إيه كان في كلام كبير على كلام كتير على انه لوكونجا كمان برضه مش بالمستوى ومش بال يعني يعني كارثه لو كان انه انت غياب بارتي بس بغيب في الاصابات من ثلاث سنين اللي هو فيها بغيب كثير فهمت مم. مم. علي؟ فيعني كارثه اذا انت 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 شايف لوكونجا هو راح يكون بديله يعني م. ما بعرف انا مش عارف لوكونجا مو جاهز ابدا وزي ما انت حكيت لاعب كويس بس محتاج كتير وقت يلعب كتير وقت يعني مع اندرليخت كان يلعب مع نادي بلجيكي في الدوري البلجيكي مش زي الدوري الانجليزي ابدا ابدا آه شو ما كنت انت كويس هناك انت محتاج لسه وقت زي صليبه صليبه إجا إجا بحكي لك ارتيتا آه انه هو مو انا 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 بالنسبه لي مو جاهز انه يلعب من دوري فرنسي لدوري انجليزي راح اعاره موسم كامل يلعب كل الداي اخذ احسن لاعب في الدوري احسن لاعب شاب في فرنسا نعم وإجا اجا جو صار جاهز يعني المفروض انه يكون جاهز ولاعب واحتمال يجدد عقده ويضل مع ايش ايش المشكله لما وشوف يعني شوف صليبا اللوكونجا شوف تباريس تباريس كمان برضه مو جاهز هاي في اخبار انه حيطلع كمان فهذول كلهم لاعبين اه صعب تجيب لاعبين صغار تحكي لهم يلا تعالوا انتم حتكونوا بالفريق الاول لاعبين من الدوري البرتغالي الدوري الدوري البلجيكي ولا الدوريات الاخرى وتعال انت حتكون انت موجود اذا لاعب زي تيرني حيغيب لك معظم الموسم اه تعتمد على لاعبين زي هذول فلوكونجا وتباريس مم. محتاجين فعلا يطلع الحاره 100% لازم يمشوا بنفس الطريق م. تبع صريبا 100% اعتقد برضه من اللي شفته من من صلاح الدين في الدقائق اللي لعبها برضه نعم. لعيب لسه صغير محتاج دقائق كتير واظن برضه الاعاره ممكن تبقى شيء مفيد بالنسبه له آه شفنا برضه لو هنتكلم لعبه صغيره شفنا في فلوريان بالوجن يا عماد اظن بالوجن الاعاره واحده يعني محتاج واحده كمان برضه انا عارف ان احنا ما عندناش غير اثنين مهاجمين عندنا جيسس وعندنا انكيتيا لكن متخيل ان بالوجن هيستفيد جامد من الاعاره أنا أعتقد حيطلع إعارة لأنه في أخبار سمعتها إنه في أكثر من نادي في الدرجة الأولى قادمين محت... عروض كويسة يعني لبلغم أعتقد حيطلع سنة على الأقل إعارة مم. ما فيش مش يعني موجود في الـ في الارسنال مش حيلعب يعني حتى آه. لو يعني جيسوس حي حيلعب عدد كبير اجتياح حيلعب بعدد كبير انا عارف انه احنا محتاجين كمان هجوم بس انت لما تجيب تدخل في السوق انت احتمال تجيب كمان برضه لاعب يغطي كمان في الهجوم اللي ممكن يلعب مهاجم فحرام تخلي بالغون توقفه عشان بس انه احتمال ألعبك مثلا مبارتين ولا ثلاثه في الموسم حرام يعني فهمت علي؟ فانا اعتقد انه بالغون محتاج فعلا انه يطلع ويلعب يعني عايزين يعني نتكلم لو بقيت برضو الحاجات اللي شفناها في الماتش مات يعني شفنا احنا اظن يعني لو هناخد ليفربول مثال هو مثال كويس جدا ونفس كلام سيتي اللي الفرق دي كلها عندها اربع مدافعين متفاوتين طبعا في المستوى ولكن ممكن نصنف على الاقل منهم ثلاثه ان هم تو كلاس او ثلاثه في ان يبقى تو كلاس ومدافع رابع على الاقل متوسط المستوى يعني في بنشوف ان جابرييل لعيب مستواه عالي بين وايت في طريقه يكون مستواه عالي اظن اللاعبين ممكن نصنفهم انهم لعيبه يعني في مسار التطور ما نقولش انهم لسه استووا قوي أه ويليام صليبه اظن نفس الكلام بعد ان هو خد احسن لعيب مدافع في الدوري احسن مدافع في الدوري الفرنسي السنه اللي فاتت ده يخليه على الطريق ان هو يكون من احسن المدافعين المدافع الرابع هو ده اللي احنا مش عارفين هو مين أه ما اعتقدش ان هو روبو هولدنج ويعني الشيء بشيء يذكر بقى ما اعتقدش بناء على الماتش اللي فات ان هو بابلو ماري خالص يعني بابلو ماري يعني آه كنت اتكلم على تويتر ان هو من الملعب اسوا بكتير جدا من التلفزيون هو لعيب بطيء جدا 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 في حركته يعني آه عماد يعني في كذا كرة المهاجم بيحطه في ظهره ويلف وبابلو لسه ما استوعبش اللي بيحصل اصلا ولسه هيبدا يفكر يعمل ايه يعني صفقه يلام عليها ارتيتا وايدو طبعا من ايه حصلت في وقت ارتيتا وايدو آه ما اعتقدش ان هو جزء من الخطط المستقبليه اتمنى ما يكونش موجود يا عماد معانا في الموسم الجاي يعني بقى عندنا الحسم هيبقى صعب برضو التخلص منه يعني اللاعب مرتب ما اظنش ان هو قليل بالنسبه لمستواه وفي نفس الوقت الانديه اللي عايزاه مش كتير يعني لا لا ماري ماشي هو اصلا طلع صرح حكى لك انا مش انا راجع ايطاليا ومرتاح م. وعائلتي مرتاحه في ايطاليا ووكيله قاعد بيعرضوا على انديه كثير في ايطاليا يعني لا هو بس شوف المباراه هاي تحديدا كان يمكن يمكن فيها اكثر من سبع لاعبين كانوا موجودين في في المباراه يمكن حيطلعوا انت فاهم ما في خوف م. انا ما عندي شك انه بابلو ماري حيطلع هلا روب هودلينج انا معك انا ما ينفعش انه يكون موجود م... بس هو راضي انت فاهم يعني انا انا موافق وراضي وقاعد ومرتاح ومبسوط انت فاهم م. م. مع إنه لو لو في فرصة إنه ينبهها أحسن. انا مع انه احسن انه انه يطلع بس اعتقد انه هو راح يكون الرابع بصراحه اعتقد المدافع الرابع حيكون روب هودلينج آه بس التوجه في الدفاع آه ما اعتقدش انه النادي يروح آه على مدافع في آه في هذا السوق يعني سواء انه يكون ظهير ايسر متعدد الاستخدامات ممكن يكون مدافع آه آه يلعب ظهير ايسر او انه مثلا ظهير آه ايسر يلعب مكان ثاني يعني ما اعتقدش انه في في تحرك لمدافع ابدا يعني في هذا السوق مم. ابدا مم. طب انا يعني هطلع من الماتش دقيقه كده وارجع معاك تاني هروح الانتقالات وارجع تاني للماتش يعني عايزين نتكلم يا عماد في صفقه اليساندرو مارتينيز طبعا انا يعني من اللي فاهمه ان هي متجه خلاص ناحيه مانشستر يونايتد ولكن م. انا شايف ان الصفقه دي وجود ارسنال في منافسه عليها علما بان المطلوب 45 او 50 مليون انا شايف ده له دلالات ثانيه يعني اللي بتجيب لعيب بيلعب قلب دفاع زائد ظهير ايسر أنا شايف ده حاجة من يعني له حاجة من اتنين يا يعني إما إن اللعيب ده أنت ناوي تلعبه يعني إحنا أظن تعودنا من أرسنال اللعيب اللي بيجي بسعر غالي قليل جدا ما بيكون احتياطي يعني إحنا كنا متخيلين رامزيل جاي ب 35 مليون هو احتياطي بس طبعا كان جاي يمسك مركز أساسي متخيل المر... التحرك لأرسنال مارتينيز ده معناه إن إحنا بندور خلاص على بديل لكيرن تيرني ولا إن الفينتو <applause> بوزيتيس كان ممكن يجي يلعب قلب دفاع ويبقى واحد من الثلاثه الاساسيين وده معناه ان صليبا هينزل رانك او هننزل جبريل يعني الليفل اللي تحت او هنزل بن وايت يعني شايف التحرك يعني سيبك من الصفقه نفسها اللي واضح ان هي اظن منتهيه مانشستر يونايتد ان انتهت انا حاسس ان اياكس مطول الموضوع شويه لكن شايف ان ايه دلالات محاوله حاجه زي دي اصلا؟ شوف دلالات انا انا يعني انا فكرت فيها كثير فكرت فيها آه شوف آه ارسنال مش جايب لساندرو ابدا قلب دفاع بس هو خيار من الخيارات انه يكون قلب دفاع ممكن يكون مثلا انا جاي اجيب لساندرو اطلع اثنين نونو تافيرس وروب هودلينغ مثلا واخلي اللاعب م. هذا موجود يغطي على المركزين بس انه هو مش الخيار الاول للدفاع قطعا قطعا آه التعامل اللي قاعدين بيتعاملوا معاه ترني واضح انه في داخل النادي مخاوف انه الترني مش حيلعب 50% من الموسم مبين واضح يا احمد <applause> واضح جدا التعامل مع تيرني كيف واضح جدا آه في تخوف ضخم ضخم في تيرني آه واضح انه انه عضلات جسمه مثلا مش حتتحمل انه يلعب في الاسبوع مبارتين مثلا آه في 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 شيء انا متاكد 100% والدليل انه قاعدين حتى لما يرجع من الاصابه بيلعبوا نص ساعه حتى ما بخلي 45 دقيقه ما لعبوا لعبوا نص ساعه يعني, يعني. واضح انه قاعدين بيتعاملوا معاه بالملعب والشوكه زي ما بيحكوها بس آه بس الـ الـ الاكيد انه انه تباريس مش راح يقدر يغطي ال 50% الثاني من الموسم مستحيل هذا اللي شافه ارتيتا في الموسم الماضي واللي خلاه يطلعه في الشوط الاول ولا بين الشوطين فبالتالي ارسا مستعد انه يصرف في لاعب ممكن يكون في المستقبل قلب دفاع كويس ممكن يكون يغطي له في الموسم الجاي مثلا يلعب مباريات فوق ال 25 30 مباراه بالراحه بالراحة، أنا مستعد أصرف عليه مثلا 40 45 مليون، بس لما توصل لمرحلة الإرهاق المادي والمنافسة المالية والمعركة المالية، لا ما في داعي، أنا ما في داعي أدخل عشان لاعب أنا بدي أجيبه لسه أراهن عليه السنوات الجاي وأنا مش عارف أصلاً راح لا لا، أنا أجيب مثلا لاعب 7 مليون زي غريمالدو مثلا آه لاعب ممكن يغطي لي مكان الظهير الايسر آه وبرضه مش كبير بالعمر وخلينا يطلع نعم ريحتها وحشه الصفقه دي شويه يا عماد ولا انت شايف عادي؟ لا لا وحشه جمال لا لا, لا, لا وحشة هي ريحه اي صفقه اي صفقه <applause> صفقه جريمالدي ان هو يعني آه آه آه. لعيب برازيلي وبيلعب في البرتغال اساسا ما عندي ما عندي شك <applause> سمسره هي سمسره الـ 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 الحلول اللي بتطلع فجاه زي هيك هي بتكون عن طريق انه مثلا الاداره المسؤول سواء كان ايده ولا غيره بيكون يتصل مع الوكلاء اللي بيعرفهم مع الوسطاء اللي بيعرفهم انا بدي مواصفات التالي كذا كذا بدي هذا هذا وكيلي هذا هذا يعني شوف احكي لك شال. انا متاكد كمان صفقه جريمالدي بتكون وراها من ما في ما في ما في شك في هذا الموضوع موضوع يعني لا تفكر يعني اكيد انا ما عندي شك في هذا الموضوع بس جريمالدو عموما لاعب كويس مش مش بطال يعني مش انه انه الصفقه اللي 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 ممكن تكرهها او تحكي انه لا مش شبه سيدريك الصفقه دي يعني انت شايف إني احسن من مستوى صفقه سيدريك؟ لا هي احسن من صفقه سيدريك ولو انه مش فرق كبير بس هي احسن من صفقه سيدريك بكل تاكيد أه على فكره نفس التعامل اللي هيتعامل تيرني فيه تومياسو نفس الأشياء على فكره تومياسو عضلات جسمه ما بتسمح له ما بتسعفه انه يلعب الموسم كامل ابدا ابدا وشفناه هذا الكلام السنه الماضيه التعامل حتى مع تومياسو حيكون بدقه وبخوف انه يكون في اصابات او اصابات عضليه, عضلية. فسيدريك حنشوفه كثير على فكره الموسم الجاي يعني للاسف سيدريك اه حنشوفه كثير انا من انا مجهز حالي من هلا يعني أنا ما عندي ما عندي شك في هذا الاشي بس عموما آه انا مع انه انك تجيب ظهير آه جاهز زي جريمالدو انا عشان هيك انا بحكي لك انه انا ما عندي مشكله في جريمالدو انا بدي ظهير جاهز يجي يلعب لانه انا متاكد انه تيرني آه ما حيكمل ما حتسعفه لياقته ولو انه مشى لو شفت المباراه الاخيره الوديه رح تعرف انه هو فارق عن اللي تماما آه طيب. لاعب كبير تيرني لاعب مش صغير كويس وجاهز آه فانا محتاج واحد جاهز برضه مع تيرني انا بحس تيرني برضه عماد عنده مشكله شخصيه هو نفسه محتاج يعني برضه سمعت القصه دي بودكاست تانيه واتفقت واتفقت معها جدا محتاج يبطل يعني موضوع شخصية البطل اللي هو بيحاول يعملها دي اللي هو أنا بلعب 370 دقيقة في الثلاث أيام آه، ولا آه. لا ده, 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 ده تخلف كده أنت المفروض تبقى آه، فاهم جسمك آه. وفاهم أنت تقدر تعمل إيه وما تعرفش تعمل إيه وفاهم إصاباتك وفاهم إيه اللي بينفع معاك وإيه اللي ما يعني بحس ان محتاج ينضج شويه في الحته دي موضوع ان هو يعني في لعيبه ثانيه انا متخيل ممكن حتى لعيبه كبيره مثلا كريستيانو رونالدو في عزه لو كانت قال له العب 180 دقيقه مع البرتغال وبعد كده روح العب ماتش مهم مع ريال مدريد يقول لهم لا انا اسف مش هلعب 180 دقيقه على 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 ودي لو لو ماتشات ليها هدف لعبني ماتشات ليها هدف لكن ماتشات ودي مش هلعب تيرني راح لعب الودي 180 دقيقه وخلص على نفسه يعني اظن محتاج ينضج شويه في الحته دي هو بتتذكر بيرن بيرلين, بيرلين بليرين لما طلع اول ما طلع كان نفس الشيء كان كان يشد حاله كتير جاك كتير ويلشر نفس الكلام برضه. مين؟ جاك ويلشر اه بالظبط بالظبط بيلعب صحيح. كل حاجه ممكنه لحد ما خلص على نفس الشيء يعني يحبوا انه يلعبوا كثير ويركضوا في الملعب والمجهود يعطيه من اول دقيقه لاخر دقيقه بالنهايه يص... اي اي احتكاك اصابه ثلاثة اشهر انت فاهم؟ م. م. العضله بتبطل تتحمل اصلا هي اصلا مرهقه اوريدي يعني. فترني نفس القصه انا معك انا متاكد انه انه ال... 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 التحكم بتيرني حيكون من برا مش من جوا يعني ارتيتا حيلاعبوا المباريات المهمه وال... والمباريات اللي اللي ممكن يستغني فيها عن تيرني اللي حتكون يمكن بحدود 20 مباراه تخيل يعني رقم راح يحط يحكي لها عشان هيك هو بده لاعب ف... بديل التباريس حاول يسند عليه ما قدرش في في الموسم الماضي وخصوصا اخر موسم انت شفت كيف غياب تير... غياب غياب ترني وبارتي ايش اس... صار في ارسنال يعني ثلاث مباريات يمكن وراء بعض كانت مهمه في في وقت مهم خسرها بسبب هاي الغيابين انا متاكد يعني ما ما في ح... شيء ثاني هاي الغيابين اثرت كثير على موسم ارسنال وهو مع تومياسو يعني بجانب تومياسو فتعويض التعويض الترني لازم يكون حساس بصراحه وله له له معايير معينه عشان يكون جاهز ترني 100% ما حيلعب لك موسم كامل وحتى بارتي حتى بارتي عشان هيك انا بدات كلامي بالكونجا يعني انا مستحيل انا شايف انه هو ارتيتا شايف انه بارتي لوكونجا نني هيك الترتيب يعني اذا غاب م. بارتي فانا انا بعد المباراه الماضيه انا متاكد انه راح يكون نيني بعد بارتي وبصراحه يعني يعني انا كل الحب والاحترام لمحمد النني بس بس فعلا محتاجين لاعب يكون آه يعوض بارتي في غياباته لانه راح يغيب كثير آه يعني انت لو تشوف الموسم حالي التحرك هو عباره عن انه انا بدي اقوي دكة اللي عندي بدي اقوي الفريق فانه مم. فرصه فرصه انه نشوف بديل لظهير ايسر كويس، خلي تفاريس يطلع اعاره، خلي لوكونجا يطلع اعاره وغيرهم، خليهم يتعلموا من تجربه صليبه، التجربه كانت ناجحه جدا، فاطلعوا أيوه. ولعبوا العبوا 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 90 دقيقة كل اسبوع مباراة ومباراتين العبوا هذا وارجع بعدين تكون جاهز انت تنافس على مركزك يعني. طب قبل ما نسيب الحتة دي يا عماد وحتة انتقالات ونرجع تاني للماتش، صفقة جرامادلي اللي انت سامعه ليها رجلين يعني منطقية وهتحصل ولا لسه كلام في الأول؟ شوف هو هو بيعتمد على تفاريس يعني هلا واضح انه ما دام ارسنال قاعد بيحاول يتحرك معناته صفقه تفاريس حتى اليوم في في مصدر موثوق يعني نتكلم في الموضوع هذا في مارسيليا واضح انه صفقه تفاريس حقيقيه يعني وواضح انه انه انه, إنه مارسيليا بده اياه بشكل جدي يعني فيبدو انه ارسنال حيوافق على على اعارته وراح يكون لمصلحته ارسنال انه يطلع اعاره هلا جريمالدو يعني انا شوف سالت انا سالت فيها بس انا انا لما ادرس الصفقه واشوف الاخبار واشوف الهاي انا انا الحالي بستوعب انه فعلا منطقيه فرصه تعرف هي فرصه وسمسره بنفس الوقت اللاعب متبقي في عقده اقل من سنه تقريبا وسعره بالمتناول انا اعتقد انه 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 الصفقات زي هي زي سيدريك مثلا كانت فرصه في وقتها كان بلاش كان اعاره جاب بعدين بقى. يعني نفس نفس السيناريو قاعد بيتعاد بتكرر يعني انت بدك تلاعب جريمالدو من الناس اللي اللي يعني ممكن تقبلها تتجازف فيها مغامرات تغامر في في الصفقه هاي فانا اعتقد انه نعم إلها رجلين و... 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 وراح تكون تتسارع بس بس مش مش ال... الا لما لما تخلص صفقه باريس حتشوف فجأه صفقه جريمالدو تحركت بشكل اسرع. امم امم آه عمده عايزين نتكلم برضو على نقطه تانية احنا يعني في صفقات كتير برضو انا عايز اخد من الماتش اه الودي وافهم منه بس الدنيا ماشيه ازاي وصفقاتنا ماشيه ازاي الاولويات ماشيه ازاي شفنا في الشوط الثاني احنا لعبنا مثلا بثلاث لعيب مدافعين في الخلف انا شفت ده برده يعني مؤشر ان ارتيتا لسه منفتح للفكره دي وممكن يستعملها في ماتشات وتبقى حاجه كويسه جدا مثلا بجابرييل وبين وايت وخليبه مع بعض تبقى م. فرصه كويسه يلعبوا مع بعض في نفس الوقت ونستفيد منهم كلهم وكمان ما تضطرش تلعب لا تيرني ولا سيدريك انت يعني لو وينج باكس عندنا مرتين برضه لعب في الشوط الثاني كوينج باك وكان اداؤه كويس فدي كلها فرص كويسه شفت ان وجود انكيتيا مع جابرييل جيسوس في الملعب يا عماد انا شايف دي حاجه برضه قد تكون مؤشر على الموسم الناس كلها متخيله ان هيبقى في جابرييل جيسوس ووراه انكيتيا كلاعب دكه انا متخيل احنا ممكن نشوف اثنين مع بعض في كتير من من الاوقات في الموسم يا كتير كتير خصوصا خلينا نشرح سبب الاحداث انا حأحكي خطوه خطوه خلينا نحكي يعني انا عارف انه حنحكي عن باكيتا شوي وعن الصفقات الهجومية بس انا بدي استنى شوي انا بدي احكي لك شغله اللي اللي لما شفتهم انا الاثنين مع بعض انا مش مستبعد تماما انه نشوفهم كتير يلعبوا مع بعض هم الاثنين مع بعض في الهجوم سواء كان من بدايه المباراه او من نص المباراه رح تشوفهم كتير سوا مع بعض وعلى فكره من الاشياء الايجابيه في المباراه فكره التفاهم بيناتهم كان حلو ولو انه نكتيا ما سجل انا بحكي لك انا مش كل شيء عندي تسجيل اهداف انا لما اجي اقيم اللعيبه في المباريات الوديه مش راح اقيمه على الاهداف ابدا نكتيان من اللاعبين اللي لعبوا بطريقه كتير حلوه وعمل اسيست مع جيسوس وتحرك تحركاته لاعب مجتهد نكتيا لاعب مجتهد فمن الاشياء الايجابيه اللي حتكون في الموسم انه وجود نكتيا ومنافسه نكتيا لجيسوس بس الاثنين نفس البروفايل انا هذا في البدايه كنت حكيت لك انا كنت حابب واحد بروفايل مختلف بس الاثنين نفس البروفايل بس عموما يعني فتره من فترات في في شفت واحد على التويتر شبههم بفتره سواريز ولو انه بعيد تشبيه بعيد حاليا يعني بس انه آه. فتره سواريز وستورج مع بعض اذا بتت... اذا فكرها يعني مع بعض فالتنين تقريبا متقاربين عن بعض بس كانوا عمره شراكه فظيعه في... في وقتها يعني ف يعني الشاهد من التشبيه انه ما فيش مشكله إنه يكونوا بنفس البروفايل وخليهم مع بعض يلعبوا وينافسوا بعض والتنافس راح يخلق المستوى انه يرتفع اعلى فيعني انا انا متفائل في وجودهم الاثنين مع بعض يعني شفنا شغلات حلوه في في المباراه بصراحه لما لعبوا م. مع بعض يعني انا شايف كده بصراحه برضو شايف ان انكاتيا من اللعيبه اللي اشتغلت على نفسها كويس جدا بالظبط يعني احنا عارفين انا عارف ان لسه ال... يعني الكميه اللي لعبها اللي هنقيمه عليها الموسم اللي فات ما كانتش كتير لعب حوالي 10 ماتشات في اخر الموسم جاب فيهم خمس جوان او سته ما, ما اعتقدش ان دي سامبل كفايه ان احنا نقرر ان هو لعيب كويس ولا. لا ولكن انا شايف اللعيب على الاقل ترند طالع انا شايف ان نكيتيا طالع لقدام مستواه هيقف فين او هيطلع لحد فين هو ده اللي ممكن نشوفه ممكن نعرفه عندنا مهاجم اساسي شيء مفيد جدا عندك مهاجم زي نكيتيا بيحب النادي ابن موجود من النادي من هو صغير يعني طلع من الاكاديميه دي كلها حاجات ايجابيه ممكن نستفيد منه نشوف ازاي في المستقبل ان شاء الله خصوصا الموسم الجاي بالظبط بالظبط عماد شويه اخبار بقى حوالين ارسنال عامه جاك ويلش اعلن اعتزاله وعطول طول بعديها يعني ما فيش نص ساعه كان اورنستين كتب ان تاكوتشر يكون جزء من او يكون الهيد او يعني قائد تدريب فريق اللي تحت انتشار عام امبارح اعلن ده هو شخصيا على تويتر كمان يعني انا شايف دي حاجه كويسه دايما ان انت برضو كنت مفتقدين الحاجه دي ممكن نقول اعمال ما بين 2012 او 2010 لحد قريب ان انت تخلي الناس اللي ليها علاقه بارسنال او الارسنال بيبول زي ما بيقولوا قريبه من النادي احنا كنا فقدنا الحته دي شويه وكنا بقى عندنا ناس غريبه زي ايفان جازيدز على رؤوس سليه ناس كلها واخدين الموضوع شغلانه اظن لما تكتر الناس اللي هي المرتبطه بارسنال في النادي ده شيء صحي جدا زي بيرميت ساكر زي دلوقتي جاك ويلشر زي ان ما اختلفنا طبعا عليه بس إيدو برضو له تاريخ مع النادي انا شايف بشوف دي حاجه ايجابيه واحنا قعدنا فتره مش بنعملها يعني. اه مزبوط هي هي هو التوجه التوجه النادي لا انه ي... ال... انه يعني يخلي الدي ان اي خليني احكي لك اياها الدي ان اي رجعوه للنادي ولروح الشباب ولطريقه اسلوب اللعب يعني مرات الشباب الصغار اللي انت بتحكي عنهم تحت 18 سنه يمكن مش راح يفيدهم الـ الـ الامور التفصيليه التكتيكيه انت فاهم بس بفيدهم الروح اللي تعلموها للنادي وكيف يرتبطوا مع النادي وكيف يفكروا زي تفكير النادي فتعيين جاك مش مش انه والله انا بدي اجي اعلم اللعيبه اللي تحت ال 18 سنه اللي عمره 15 ولا اللي عمره 16 سنه اعلمه انا كيف تفاصيل التفاصيل التكتيكيه لا 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 انا انا بدي اعلمه انه كيف يتدرب اولا الالتزام كيف يفكر في النادي كي ايش النادي وايش تاريخ النادي وايش الامور هاي فهذا التعيينات اللي انت بتشوفها زي جاك ويلشر زي مرتساكر زي يعني اغلب الايدو حتى ارتيتا وكلهم هي خطوه من خطوات البروجكت اللي شغالين عليه النادي انه والله انا بدي ارجع الروح النادي القديمه ولما م. كان الناس تحكي شو يعني ارسنال وشو الاسلوب اللعب تبع ارسنال وشو التفكير الامور هاي يعني هم شغالين عليها هذا مشروع يعني شغالين عليه آه يعني آه 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 جاك ويلشر لو, لو لو لو, انه هو قوي التكنيك قوي انه يع يعلم التكتيك والامور هاي او انه جاهز عينه تحت 23 سنه بس هم عينوا واحد مختلف اللي هو كان 18 سنه فشافوا انه هو تحسن وتطور ممكن نخليه 21 تحت 23 سنه عفوا ويخلي جاك ويلسون تحت 18 سنه ف... فالتعيين هذا مش مش اساسه انه والله انا بدي اعلم تكنيك واعلم الامور التكتيكيه لا لا اللي هي البروجكت اللي سمعنا فيها قبل فتره انه النادي قاعد شغال عليه ويرجع الروح النادي والدي واليوفت تعليقات والصور اللي والديكورات م. اللي متغيره يعني حتى انا كنت بحكي مع واحد من الناس اللي كان مصممين بما يعني انا مهندس معماري فكنت انا بحكي مع واحد من مصمم الديكور اللي اشتغل في في الشركه نفسها اللي تعاقدت مع النادي في الديكورات هاي فكان يحكي لي كان يحكي لي انه كان كان من اصعب الامور اللي اشتغل فيها لانه النادي عنده توجه وعنده مشروع شرحنا لنا عنه هيك قاعد يحكي يعني شرح لنا عنه وحكى لنا انه ايش ايش المطلوب وايش الهدف من التصميم وصل لنا الفكره تبعته وحبينا احنا نعرض هذا الموضوع يعني واضح انه في مع انه بيحكي لي بيحكي لي كان الديكور السابق اللي قبله يعني مالوش سنه او سنه وشوي بقول يعني النادي طلب انه يغيره مع انه لسه جديد الديكور السابق اللي كان في موجود اللوحات والامور هاي بيحكي لي النادي طلب أن يغير تفاصيل بعد التفاصيل والهيستوري انت اذا بتنتبه كمان برضه احمد للتعاقدات الجديده ايده بياخذهم لفه في الملعب وفي الديكور ويفرجيهم الحيطان واللوحات والى اخره ويقعد يشرح اذا انت منتبه فهذا ديكور كله جديد كله معمول جديد جديد يعني, يعني شرح لي عنه بيحكي لي انه هو يعني بس مرحله لبروجكت انه بدهم يسترجعوا الهيستوري تبع النادي والذكريات وانه كيف يعني يعلموا اللاعبين والناس اللي بتشتغل انه شو شو النادي وشو الدي ان ايه تبع النادي والامور هاي يعني فهذا هو التوجه تبع تعيين جاك ويلشر او اي احد تاني يعني فتعيين حلو يعني انت فاهم يعني انت انت محتاج هيك شيء يرجع للنادي يعني هي يعني هو ل... جاك ويلشر برضه حاجه حزينه ان هو لعيب بالبوتنشال اللي عنده بالامكانيات اللي عنده و... كنا متخيلينه هيكون لعيب يعني اه... احنا كنا في فابريجاس طول عمرنا حاسين ان هو ابن النادي لكن هو برضه كنا عارفين ان هو اصلا يعني هيرجع برشلونه في يوم من الايام لكن ويلشر بقى كان هو النسخه من فابريكاس اللي هي بتاعتنا اللي احنا كنا عارفين انه هيقعد معانا 20 سنه لحد ما بطل كوره للاسف اصاباتنا ما مهلتوش يعني فرصه كويسه ان هو يقدر يكمل كاريره في اتجاه ثاني تاني, آه عم تاني يعني نروح بقى على حته الانتقالات اللي الناس كلها مستنيين نتكلم فيها عايز ابدا معاك من اول حاجه اظن صفقه بيرن لينو دي اقصر حاجه ممكن نتكلم فيها ان احنا اظن الصفقه منتهيه بشكل كبير جدا ممكن ده برضه ياخدنا شويه الكلام على مات ترنر وان هو ما كانش مثير للاعجاب قوي يعني في ماتش نورنبرج الاخير ولكن ما زال اول ماتش برضه واول كم شوط شطوا عليه في تاريخه يعني مع ارسنال شايف يعني الحركه في حراسه المرمى دي ارسنال ماشي في اتجاه سليم قول الاول بس لو تعرف في صفقه لينو فعلا شبه منتهيه ولا لا وكلمنا بعد كده عن رايك في مات ترنر وتوجه ارسنال عامه لحارس دكه احتياطي ترامب ازاي؟ شوف لينو تقريبا متقدمة الصفقة بس في مشكلة في إدارة فولهام نفسها يعني بدهم يخلصوا مم. الصفقة بطريقة مختلفة بدهم يشوفوا كيف آلية دفع الصفقة مش حابين يدفعوها دفع دفعة واحدة كاملة أرسنال بده الدفعة تكون كاملة بس عموما يعني الصفقة الصفقات اللي زي هاي على طول بتخلص دائما ب... باتجاه الإيجابي مم. ف... فيعني ما في ما في خوف على... على الموضوع هذا حتى انا قرات انه انه لينو وعائلته وزوجته يعني بدهم بدهم حابين يضلوا في لندن فهذا هو السبب كمان برضه انه غير انه هو ماخذ وعود انه يرجع للمنتخب الالماني اذا كان يلعب بشكل مستمر فانتقال لينو لفولهام هي من... انتقال مرحلي وهو هو بدفع لهذا الانتقال بس مرحليا يعني ولا هو حاطط عينه أنه يروح على على أندية كبيرة في, في, في ألمانيا بايرن ودورتموند أنا هذاك سمعت آخر إشي يعني مم. بس عموما يعني الصفقة ما فيها خوف هي رح تمشي بالنسبة إلى مات تيرنر مخيب للامال بالنسبه لي خليني احكي لك اياها بالنسبه لاول مباراه وبالنسبه للتدريبات الفيديوهات انا مش متفائل ابدا بالمره واتمنى انه ما نشوفه كثير في الموسم الا في المباريات اللي احنا مضطرين نلعبها ونريح رامزديل في عنده اساسيات غايبه عنه كثير يعني انا بشبهها كتير في صفقه رونارسون او اسمه رونارسون صح؟ للاسف آه. مش عارفين نخلص منه لسه اه اه مش عارفين نخلص منه لسه الثاني ف فصفقه تسويقيه احمد أه بتذكر لما مره تعاقدنا مع محمد النني طلع اخبار انه حتى فنجر حكى فيها انا ناسي الكلام او نص الكلام م. حكى م. لك انه آه هي صفقه كمان برضه احدى الصفقات التجاريه او التسويقيه يعني انت بتحكي عن 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 بلد فيه ابصر كم 100 مليون آه آه نسمه آه في صفقات رعايه اجت زي البنك المصري او شيء زي هيك كمان. هي. بنك القاهره بنك القاهره وغيرها, وغيرها فصفقه تسويقيه انا انا شايف انا شايف وجهه نظري انه صفقه تيرنر صفقه تسويقيه في الامريكا لامريكا وصفقه لها ابعاد اقتصاديه اكبر من انها تكون صفقه رياضيه انا هذا وجهه نظري يعني مم. فانا مش متفائل فيه ابدا يعني هو صفقه تكمله عدد فقط مش اكثر مم. يعني انا شايف برضو ان هي مجرد صفقه لنشر ارسنال وفي امريكا طبعا يعني مكان كره القدم تنتشر فيه مؤخرا ولكن عماد يعني انا شايف ان عدم وجود حارس دكه مع حارس اساسي صغير في السن زي رامز ديل ممكن يكون مشكله في ممكن نقول التحفيز او المنافسه بالنسبه للعيب لسه صغير في السن زي رمز ديل. اه مظبوط يعني يعني شفت انت لما كان كان موجود لينو واحد زي لينو كان برضه مستواه كويس لما اجى رمز ديل خلى خلى ديل حاله عشان يكون يحافظ على مركز ولو انه انه توجه النادي كان انه يخلي رامز ديل اساسي عشان لينو مش راضي يوقع عقده ويجدد والى اخره انه طلب انه ممكن ينتقل فيعني هذا إشي تاني بس خلا رمز بنفس الوقت إنه يحافظ ويخاف على مركزه بالتالي يتعب أكتر أنا يعني أنا عندي تخوف لا أخفيك إنه أنا إنه إنه لما يشوف لا حارس أقل منه إمكانيات موجود وراه دكه مش راح تلاقي الحافز تبعه زي ما كان لما كان لينو وراه في الدكه في اي لحظه ممكن يدخل لينو او انه يكمل المباريات الباقيه بس انه اتمنى انه ما ما يكون تفكير اللاعب المحترف بهاي الطريقه وانه انه يعطي ويحافظ على على مركزه قد ما قد ما يقدر يعني تحسبا لانه والله مثلا يغيب عن باقي المباريات يعني. امم <applause> عمنا نتكلم برضو على يعني في الفتره اللي اخر اسبوع اللي ما سجلناش فيه الاخبار ظهرت ان اولا طبعا صفقه تيليمانز واضح يعني ظهر عليها كلام من صحفي انا ما اعرفش مدى الثقه فيه ايه الاولاني مرحله وفي لعيب اللي اسمه باكيتا لاعب ليون اللي شبيه جدا باوديجارد وفابيو فييرا برضو في كلام ان ارسنال عايزينه يعني كلمنا عن وضع نص ملعب ارسنال عشان سيبك كلامنا قبل كده هو اظن حاليا قد يكون اكتر مكان في ملعب ارسنال فيه مشكله وفي مازق صفقه تيليمانز هل الكلام الجديد عليها عمده حقيقي ولا الكلام ده برضه لسه متسابق لحد اخر الصيف وهل شايف انا شفت يعني كل حكمي من فيديوهات يوتيوب على على باكيتا لعيب واضح هو كويس جدا بيلعب بشمال اكتر بكتير من يمينه برضه مفكرني إن تشاكا في الحته دي ولكن هو مرن او بكتير اكتر من شاكا ولكن ما حسيتش ان ده يحل لنا مشاكل ما عندناش حلول ليها اظن يعني ده اللي شفته على الاقل من الفيديوهات طبعا ما شفتوش بيلعب يعني شوف احنا كنا حكينا في المرات كل مره احنا بنحكي انه عندنا مشكله احنا في الوسط هذا واحد خلينا نكون متفقين م. تماما في عندنا مشكله في خلق الفرص احنا متفقين يعني ما في مشجع ارسنال عنده شك في هذا الموضوع فاحنا كنا حنحكي نحكي لك انه انا كارسنال انا محتاج الموسم الجاي اشوف في فرص كتير اشوف في اهداف كتير اشوف في تحرك في الهجوم اكثر من المواسم الماضيه خصوصا انه الموسم الصيف الماضي كان الشغل على الدفاع اكبر من الشغل على الهجوم في سوق الانتقالات انا بحكي فالسوق هذا انا كنت متوقع انه يكون في شغل في الهجوم اولا كان في صفقه جيسوس وتجديد عقد نكتيا مثلا والان بلشت صفقه فابيو فييرا نحكي عن صفقة مختلفة تماما هجوميا. م. هل هل ظهور اسم بمواصفات باكيتا مفاجئ؟ طبعا مفاجئ. شوف انا من الاخبار اللي لما اقرا عن تيليمنز انا 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 بدات اقتنع داخليا انه اداره ارسنال معطي وعد وعد للاعب انه انت رح تيجي عندنا الصفات يعني انا هيك صرت حاسس من الاخبار اللي انا بقراها. كلهم يعني ما في صحفي بيحكي لك انه خلص انقطعت انقطعت الصفقه توقفت يعني بس لما تشوف النادي فجاه بتعاقد مع لاعب تقريبا تقريبا في مركز تيرمنز ولو انه انه تيرمنز لاعب باكي عفوا لاعب رقم عشرة او مهاجم ثاني تقريبا بيلعب مرات في 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 ليون أه حتى مع إيسي ميلان لعب تقريبا رقم عشرة أغلب المراكز اللي لعبها على فكرة هو رقم عشرة لعب فلاعب م. هجومي أنا أنا كمشجع أنا بحكي لك أنا بدي لاعب هجومي فعلا أنا مبسوط بارتباط هذا بس إنه إنه كيف بفكر النادي تعرف بلشت أفكر إنه بعد مباراة لوكونجا الأخيرة أو بعد مستويات وبعدها بلش يقتنع النادي إنه لوكونجا مش مش, مش 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 جاهز ممكن أنا أجيب تيلمانز مكانه بدي أجيب صفقة هجومية مثلا بدل يكون الجناح أجيب مش يعني ما في جناح مثلا فرصة زي ما كان رافينها بعد ما راح رافينا صار في عندي لاعب فرصة آخر اللي هو طلب يقدم طلب طلب انتقال لنادي فهو فرصة يعتبر باكيتا فأنا ممكن أجيبه وأعمل حلول داخلية حتى لو 60 70 مليون عمدة زي ما بيقولوا؟ لا مش بالرقم هذا طبعا هلا أنا لما قرأت الخبر مكتوب إنه 80 مليون شامل الإضافات يعني كامل يعني ممكن يكون م. مثلا الصفقة 60 مليون مثلا زائد 20 مليون إضافات يعني م. بناء على البونص يعني ف... يعني الصفقة كثير مبالغ فيها الرقم أنت بتعرف أولاس يعني يعني لازم تتعاني معاه في المفاوضات بس بس باكيتا لاعب كويس وراح يعمل لك اضافه هجوميه يا احمد ممتاز انا خدها مني انا هذا متاكد منه يعني الكلام أوه. كنت احكي مع الصحفي البرازيلي اللي فرنانديز اللي كان نزل الخبر امبارح كنت بحكي معه قبل ثلاث ايام قبل ايام كان حكي لي الخبر نزل كامل حكى لي على على المسج المسجز. لي انه ما في عرض حتى الان من ارسنال وحكى لي انه 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 ليون طالبين 80 مليون حكى لي انه ما في مشكله بين اللاعب وبين آه بين ارسنال. آه مليون آه آه برضه ما تعلموش من غلطه حسام عوار طلبوا آه 40 50 مليون وفي الاخر مش عارفين يبيعوه ب 10 حتى. مش عارفين مش عارفين يبيعوه حتى اللاعب بلش يلومهم على المواقف اللي بتصير آه يعني برضه آه يعني مش منطق بس آه عموما يعني لما اللاعب يقدم طلب انتقال كل شيء بتغير يا احمد يعني انا عارف انه هم بيكونوا طالبين مثلا 80 مليون بس دائما طلب الانتقال بيترتب عليه كانه مستحقات او امور في عقديه اللاعب نفسه ما بياخذها فبالتالي الرقم الرقم بينزل. يعني أنا متأكد أنه ممكن يكون 60 مليون تقريبا كافية أو أو أكثر شوي 65 مليون أه. تكون كافية إذا إذا فعلا أرسنال جدي في الصفقة يعني أنا هيك متخيل م. السؤال هون أحمد السؤال هو وين وين بده كيف رح يصير الترتيب؟ السؤال اه هذا السؤال يعني أكيد أنت مش حتجيب باكيتا وتروح تجيب كمان جناح ما أعتقدش يعني ما اعتقد تروح تجيب كمان جناح فاعتقد انه راح يكون في حلول داخليه ممكن تلاقي مثلا واحد من جيسوس ومكتيا دائما آه راح تشوفهم على الاجنحه اكثر انا بدون ما اقاطعك عمده بدات احس ان احنا بنحاول نبني آه فريق شبيه طبعا مش هقول في الليفل آه. في آه. القدره التقنيه ولكن شبه فريق 2007 2009 نعم. اهليب بلو... روزيسكي آه... فابريجاس دي كلها لعيبه نص آه. ملعب بس كانت بتلعب على الجانب آه. عادي جدا بالضبط صحيح صحيح انا يعني انا بلشت احس نفس الشعور يعني وشيء حلو يعني وشيء لطيف احنا 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 محتاجين محتاجين فعلا انه نروح التوجه هذا محتاجين زي ما حكينا متفقين على الموضوع انه احنا محتاجين نخلق فرص كثير محتاجين آه لاعب خلاق في الوسط لاعب يصنع فرص بس يعني فابيو فيرا من الارقام المرعبه له الموضوع صناعه الفرص عنده مرعب م. التمريرات م. للثلث الهجومي الرقم مرعب انا قراته مش متذكره م. بس كان رقم مرعب من الاشياء اللي معلقه في ذهني انه هو الشخص هذا راح يعطيك حلول في هذا الموضوع فيعني انا مبسوط مبسوط بهذا التوجه هي الفكره انه انا مثلا لو ساكه مثلا عندي صار في عندي اصابه او غياب مين راح يعوضه؟ مين اللي حيعود مكانه؟ هذا هو السؤال اذا انا اذا فعلا فعلا تمت مشينا على التوجه هذا وتمت صفقه باكيتا ووقفنا في الهجوم بطلنا نجيب لاعب هجومي. فهذا هو السؤال ممكن نشوف اوديجارد يعني مثلا ممكن نشوف جيسوس او نكتيا جناح نكتيا لعب عده مرات جناح فكره يعني في الموسم الماضي مع مع ارتيتا فيعني ممكن يكون حلول داخليه الشاهد انه ممكن يكون في حلول داخليه مش لازم تلاقي مثلا انا رافينا غاب مثلا اروح اجيب عثمان دملي مثلا او اي احد ثاني جناح مثلا لا يبدو انه في في تحرك مختلف وهذا بيعطيك كمان برضو دلاله انه سرقه تلمنز لسه لسه الها الها إلها حيّة، لسه ما خلصتش يعني اذا مم. فعلا التفكير انه باكيتا هو بديل رافينا مثلا مثلا هو كان خيار بديل رافينا فمعناته صفقه تلمس لسه راح تبقى على ما هي عليه انه مع نهايه موسم المو... الموسم الانتقالات يعني صيف الانتقالات ممكن فجاه تشوف صفقه تلمس اكتملت يعني امم عمده عايزين نتكلم على لعيب تاني برضو اظن يعني ممكن نعتبره كصفقه جديده كنا ليه في الاول بس نرجع تاني ويليام صليبا عاد خلاص في مركز الجبات في ارسنال وكنت قريت ان هو في اول يوم في التدريبات اللي هو كان امبارح جاب معاه الايجنت بتاعه او الوكيل بتاعه اظن ده ما يعني اظن ما معناه ان هو بيما بيتناقشوا على عقد جديد او بيتناقشوا على ظروف اللعب في المستقبل يعني كلام ارتيتا شايفين مكان ويليام صليبه ايه في السكواد والكلام ده كله سمع اي حاجه عن تجديد فعلي للعقد شايف سمع اي حاجه عن مناقشات حدثت في الموضوع ده ولا مفيش اخبار حقيقيه في القصه لا والله في في اخبار انه سنتين انه راح يجدد سنتين مش 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 خمس ولا اربع سنوات زي زي العقد المقدم لساكا لا مختلف تماما يبدو انه انه عندهم شكوك هو وكيله انه انه يكون يلعب باستمراريه فانه ما حبوا انه يكون التمديد راح يكون كبير ولو انه لسه متبقي في عقده سنتين فانت لما تضيف سنتين برضه اربع سنين مش مش اربع مش من دلوقتي يعني. قليلة طبعا آه لا لا مش قليلة فيعني يبدو انه انه زي ما انت حكيت يعني الوكيل لو وجوده كان للتجديد آه بس بي بي بطريقه تفكير انه ايش التوجه اللي راح يكون في 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 الموسم فهمت علي؟ فيبدو فعلا هو لما يكون معاه الوكيل ويكون معاه المصور الخاص تبعه في عنده مصور مصمم من الفيديوهات كان موجود في النادي كمان فاعتقد انه التوجه انه حتى يعني اخبار مرسيلة او اي اخبار عروض ثانيه اختفت تماما فاعتقد انه التوجه هو تجديد عقده صليبه لمده فتره بسيطه ويبقى في النادي ويشوف يقيم نفسه في السنه اللي موجوده هاي السنه الجاي واعتقد انه ان شاء الله انه يكون موجود ويلعب عدد مباريات كويس يعني ان شاء الله هيكون مطلوب جدا ومهم جدا كمان في الفتره الجايه خصوصا احنا شفنا احنا يعني مشكلتنا عملنا الموسم فكر ان احنا مع غياب اي حد بنقع الفريق كله بيقع يعني لازم يكون في لعيبه كواليتي حتى عشان احنا عندنا بطولات كمان اكتر الموسم ده عندنا بطولات اوروبا اللي هتكون يعني عماد يعني احنا برضو كنت عايز معاك في الحته دي يعني انت شايف يعني واقعيه انهاء الصفقات كلها المطلوبه قبل اغسطس ايه عشان اغسطس لوحده في خمس ماتشات انت شايف هل في امل ان في خلال الثلاث اسابيع الجايين او نقول ال 18 يوم الجايين ان ارسنال يكون خلص كل الصفقات اللي هو مهتم يعملها او اللي هي الحتميه بالنسبه له عشان زي ما قلت ان اغسطس فيه خمس ماتشات واحنا اولى بال 15 نقطه دول طبعا يعني انا انا متاكد انه النادي هو يعني حابب انه يخلص 90% من قبل اغسطس من الشغل يعني 90% من الشغل وبعدين يركز على البيع بعدين، يعني انا مش مستعجل اني اخلص البيع انا محتاج في عندي 10 لاعبين راح ابيعهم ولا ثمان لاعبين عديتهم هذيك اليوم تقريبا ثمان لاعبين انا محتاج ابيعهم فانا مش مستعجل عن اني ابيعهم معي اغسطس مثلا ولا معي في اخر السوق انا ممكن ابيعه بس بس آه قبل ما أبل يبلش اغسطس انا محتاج اني اكون فريقي جاهز آه لعبه آه، لعبوا بري سيزون وتأقلموا مع بعض فأعتقد أنه تسعين بالمية من الشغل الميركاتو حيخلص قبل أغسطس مية بالمية يعني أوكي. أنا أعتقد أنه آه، النادي توجهه هذا واضح جدا جدا يعني أه شايف أي حاجة ممكن نستشفها يعني غير في موضوع معين كيف شايف نتكلم فيها عشان برضو منسرش الجدل يعني فده الحاجة الوحيدة القصه دي ممكن نتكلم فيها بالنسبه للتور بتاعت امريكا لكن شايف في اي مواضيع تانية غير موضوع اياه ممكن نستشفها من تور بتاعت امريكا او نعرف منها توجهات في النادي هل في لعيبه معينه لو خدناها بيكون يكون معنا ليها معنى لعيبه لو ما خدناهاش معناها ان هم هيمشوا طبعا عندنا لعيبه كتير شفناها في ماتش كمان نورنبرغ متخيلين ان هي هتمشي هيكتور بيلر انا اللي شفته في ماتش لعيب خلاص يعني بيخلص تماما مثل آه النايز لعيب ضيع فرصه على نفسه مهمه جدا يكون جزء من سكواد ارسنال يكون هو اللعيب يعني هو مارتينيز بتاع اياكس طبعا مع فرق الكواليتي نفس فكره ميت نايلز بالظبط لعيب بيلعب في كذا مركز بس هو على نفس فرصة يكون اللعيب ده فميتل نايلز هيكتور بالرين في كذا لعيب متخيلين هيطلعوا انت شايف ان السكواد بتاع التور بتاعت امريكا ممكن تستشف منه حاجه بالنسبه للعيبه زي دي ولا اللعيبه زي دي برضو هتبقى زي ما انت قلت قبل كده لحد اخر لحظات في السوق يا حد جاي ياخدهم وخلاص يعني شوف في لاعبين حتفرق حت حت وجودهم يعني انا قرأت استدعاء توريرا ل اه ده موضوع ثاني برضه انت آه. بتعرف انه الموسم الماضي اصلا انه هو ما كان اصلا موجود في البري سيزون اه وخلوه النادي اصلا هو هو طلع اللي حكى هالكلام يعني النادي حكى له انه روح دور على نادي وما يعني ما مش ما في داعي انك تكون موجود في البري سيزون حتى الموسم هذا نفس الكلام توريرا ما كان راجع على البري سيزون م. يعني وكيله طلع حكى انه اصلا ما كان راجع يعني هو موجود في الاوروغواي بس على ما يلاقي وكيله يلاقي له نادي وينتقل عليه فجاه طلبوا يعني والدليل كمان ما انه طلبوه ما جابوه في البدايه جابوه في بعد مباراه او بعد ما خلينا نحكي مشكله بارتي او اي مشاكل في الوسط فالنادي طلبوا يكون موجود في في التور رح يبان نيلسون في في اسماء كثير انت بتحكي يعني عن 8 الى 10 لاعبين حيبان معهم التفاصيل في المباراة الجاي بس يعني مثلا لاعب زي تشاكا ما حيكون موجود في التور على فكره بسبب مش اه مش 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 ماخذ اه تطعيم تطعيم نعم مش حيكون في الـ في الـ في, الـ في التور لانه امريكا اصلا مانعه انه اي حد يدخل مش بالطعم، مش بالطعم فتشاكا مش راح يكون موجود فيبدو انه ممكن توريرا استدعائه يكون له علاقه بتشاكا طيب شايف عمده فعلا ان ممكن توريرا يكون يعني يرجع طبعا انت تقول انت تتخيلك ان هو يكون بشكل مؤقت للتور دي بس شايف انا اصلا مش شايف اي سكه يرجع يلعب في راسنا بشكل خالص يعني لا لا انا مش متخيل مش متخيل انه يبقى لا لا ابدا هو م. لسه حي... حي... بس هو وجوده في التور ممكن يكون امور تسويقيه انه مثلا حطه في الع... الفاترين يعني اه اه فاهم علي يعني عشان انه انا هاي موجود عشان كمان برضه اعلي قيمته لل... للانديه المهتمه فيه وخصوصا انه ما فيش اهتمام ملموس قوي يعني هو طلع وحكى لك انا 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 روما مهتمه فيه ومدرج مورينو بحكم معي ويعني الصفقه مش سهله هو نفسه توريرا يعني فيعني هم امور تسويقيه اكثر انه انا اعلي قيمته انا لو ما اخذته على التور ما راح تقلني قيمته كثير يعني فهمت علي فراح يستغل المنافسين او الانديه المهتمه فيه راح يستغل الموضوع هذا فوجوده ما اعتقد انه يرجع لا لا ابدا حتى هو اسلوبه كان عنيف وبيحكي باتجاه ارتيتا يعني باتجاه النادي وبيحكي التعامل مع نا... معي مش كان ما كان مريح فما اعتقدش انه يكون موجود انا حاسه برضه يعني في سنه عدم نضوج شويه من توريرا في رايي الشخصي بصراحه يعني 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 بيضله لاعب امريكا انت فاهم انت انا متخيل اه انا فاهم بس هو احنا يعني ناس كتير احنا يعني يعني انا شخصيا برضه انا انا مثلا مش عايش في بلدي ولكن انت بتتفاهم ان في ظروف في الحياه بتضطرك تعمل حاجات معينه عشان هو دا مثلا ده كاريرك او ده شغلك او حاجه زي دي فلما تكون انت لعيب كوره وبتاخد ارقام يعني يعني مثلا الموظفين الطبيعيين اللي زينا ما بياخدوهاش حتى في السنه هو بياخدها في الاسبوع ما بياخدهاش في السنه وتبقى مشاكلك كلها ان اصلا انا مش عاجبني مش مرتاح طب خلاص ما تاخدش قرار من الاول يعني ما تروحش تمضي مع نادي في انجلترا وانت مهتم بحاجات تانية فانا شايف ان هو يعني في شويه دلع كده في راي الشخص اللي يعني عارف كل انسان حمولته مختلفه وتفكيره في الاشياء بشكل مختلف ولكن بشوف ان انت جزء من ان انت تتحمل تبعات قراراتك على الاقل يعني طبعا طبعا يعني حتى حتى بيئته وطريقه عيشته على فكره في الارجواي مش الاحترافيه اللي انت بتتخيلها احمد يعني مش زي باقي اللاعبين أه توريرا محتاج وقت كبير انه يكون ناضج وانه يلعب في بس عموما انا ما عندي شك في الملعب الـ 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 الاداء والاحترافيه اللي بيقدمها في الملعب بس أه بس وجوده في الـ في النادي مش راح يكون أه ايجابي لا له ولا للنادي وورتيتا هو شايف انه في عنده قصور في موضوع التمرير ووقوف على الكوره يعني شايف عنده امور امور مو زي بارتي مثلا او حتى محمد النني في م. موضوع التمريرات وبناء الهجمه يعني فهمت انا طولت عليك شويه النهارده بس طبعا يعني بقى لنا اسبوع ما اتكلمناش فعايزين ناخد منك آه كل حاجه ممكن ناخدها أنا. شكرا جزيلا كالعاده <applause> ومنورني كده زي كل مره الله يخليكم وكل عام وانتم بخير حبيبي يا رب خير عمر ربنا يخليك ان شاء الله يكون في حلقه الاسبوع الجاي في نفس الميعاد شكرا جزيلا لكم بس شكراً ان شاء الله